مساء الخير. النهاردة هنعمل محشي ورق العنب. انا غسلته وسلقته في مية وملح وكمون. مقادير بقى عبارة عن 2 كوبايتين كبار رز، بصلتين كبار. بالنسبة للخضرة انا حطيت معلقة نعناع، انا ده طازة، انا مقطعاه مغسلة ومقطعاه. ما بحطش بقدونس، بحط شبت وبحط كزبرة، كزبرة خضرة. والصوص، وطبعا لحمة مفرومة، يعني على هنا دوت حوالي 400 جرام، حطيت عليها بتاع حوالي 200 جرام لحمة مفرومة، شوية صوص طماطم، شوية صلصة عشان تحمر قوي الخلطة، 3 معالق كبار زيت. بالنسبة للتوابل انا حطيت هنا عشان خصوصا عشان ورق العنب بيتحب ان هو يبقى مزز شوية، 2 كبار عصير طازة ليمون. اما عن التوابل انا حطيت هنا 2 معلقة تقريبا مرقة دجاج بودر، وهنا 1/4 معلقة فلفل اسود، 1/2 معلقة توم بودر، 1/4 معلقة جوز الطيب، 1 معلقة كبيرة ملح. هنا دوت زي ما انت حابة ممكن تحطيها او لا، انا حطيت 1/2 معلقة شطة، وهنا 1/4 معلقة قرفة. انا دلوقتي هبتدي احشي. انا كده خلصت الخلطة، هبتدي بقى ايه احشي واحدة واحدة. زي ما انتم شايفين انا لما باجي احشي ورق العنب بحشيه على الحتة الخشنة. انا حشيت كل محشي ورق العنب اهو، وهنا انا حطيت شوربه على النار. الشوربه دي عباره عن مكعب مرقه دجاج، وحط لها شويه ملح وفلفل، وحط لها 2 معلقة صلصه، وادي محشي ورق العنب بحط عليه عشان ورق العنب بيحتاج شويه مزازه، فحط له 3 معالق ليمون فريش اول حاجه بحطها، وبحط له كم فص ثوم كده بقشره، بينزل العصارة، والثوم ده بيبقى ليه طعم جميل جدا جدا بعد ما يستوي. وهنا حطيت 2 معلقة زبدة مقطعاها صغير جدا، بحطها على الوش وبستنى لما الشوربة تغلي، وبعد كده بسقيها وبسيبها كل 1/4 ساعة كده تقريبا، بشقر عليها وهنشوفها كده مع بعض. هي بتاخد تقريبا 1/2 ساعة، وهنشوفها مع بعض لما تخلص. اول ما تغلي الشوربة هنا هوطي عليها على المينيموم اقل حاجة، واسيبها كل 1/4 ساعة اشقر عليها. خلص اهو ورق العنب زي ما احنا شايفين، ريحته جميلة جدا وطعمه جميل قوي قوي. ان شاء الله الطريقة تعجبكم. انا حطيت في النص هنا سلطة الزبادي، وبحط عليها شوية زيت زيتون على الوش كده. ان شاء الله الطريقة تجربوها وتعجبكم. شكرا جدا والى اللقاء.